ثلاث حاجات جربتهم بعد ما شفت اعلاناتهم على السوشيال ميديا، تعالوا اقول لكم رايي فيهم. هما الثلاثه. مساء الخير، بقالي كتير ما عملتش فيديوز، واول فيديو بعد البريك الطويله دي بيكون شويه كده غريب. اول حاجه جربتها هو فاستر، واللي اكتسح السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت وكل الكلام عنه بقى ان هو بيطول وبيطلع بيبي هير والحاجات دي. هو للاسف ما عملش معايا اي حاجه من الحاجات اللي شفتها. انا بتكلم عن نفسي، مع اني شايفه كل الناس اللي جربته وكمان في التعليقات تحت الفيديوز بتاعتهم ان هو جايب نتيجه كويسه جدا. ما اعرفش ليه معايا ما عملش اي حاجه غير ان هو نشف لي شعري بطريقه ما شفتهاش قبل كده في حياتي. هو مكتوب ان هو بنستخدمه شهر، انا استخدمته تقريبا حاجه وعشرين يوم، وبعدين قرر ان هو حتى يعني البتاعه دي عطلت كده وما بقتش حتى بترش. كده كده انا كنت ناويه اوقفه، ما كنتش هكمل لاني ما شفتش منه اي نتيجه خالص. ما اعرفش ليه ما عملش معايا انا اي حاجه خالص. بعد ما شعري نشف بدات ادور على حمام كريم يكون كويس يهدي لي النشفان والهيشان ده، فلقيت ده برضو قدامي بالصدفه، بعت اشتريته وطلع حلو جدا. يعني فعلا فعلا حسيت ان هو هدى شعري بنسبة كويسة. جربته 3 4 مرات، ريحته حلوة وحسيت بنتيجة بصراحة فيه. يعني هو انا استخدمت حبة كده منه، ريحته لطيفة جدا. هو اسمه روت تو اند، البراند اسمها كده. اخر حاجة بقى الليب اويل بتاع اماندا. انا بحب منتجات اماندا جدا، والليب اويل المفروض انه ما يبقاش بيجمنتد، يعني ما يبقاش فيه لون قوي وصريح، بس انا كنت شايفة ان كل الريفيوز برضو عنه ان هو اللون بتاعه قوي جدا. هو ناعم وخفيف على الشفايف وريحته حلوة، بس ما بيعملش اي لون. الاتنين دول انا جبت درجتين، رقم 4 ورقم 3 ورقم 4، فالاتنين بالنسبة لي يعني هو بس حاجة بتلمع الشفايف، لطيف وظريف وكل حاجة، بس ما فيش خالص لون زي ما كنت شايفة في الريفيوز بتاعت كل الناس اللي جربته. هجربه لكم دلوقتي، وده مش هو، ده رقم 3. وده رقم 4. هو حلو جدا وخفيف جدا وريحته حلوه، بس الاثنين بالنسبه لي نفس الدرجه، يعني الاثنين درجه قريبه جدا من بعض. حلو وظريف وكل حاجه، بس مش زي ما شفت على السوشيال ميديا. حاجه كمان من اماندا بقى كل شويه بجيب منها، هو كريم الايد. كنت كلمتكم عنه قبل كده، اللي هو ده احلى كريم ايد جربته في حياتي. بس كده.